كلش على جهود السرياني. كنت انا يعني انا اريد اسالك انه الاستماع مسجل ولا يعني محطوط عليه علامه استماع؟ اي اي إذن كنت بتست يور سيلف يوم 6 إنه تمرين إيش يعني ما فهمت إنه بي تغييرات تصير مو أسقاط رأسك إيش شكرا شكرا مرحبا. عندي أسئلة عن أرجوها. بس على مود عندي إجابات مختلفة إذا مثلا سؤال ثاني what is the background of the short story جواب is one of the best short stories about war محمد
السلام عليكم. والله جبت زين الحمد لله بالتحصيل. بس عندي سؤال على موضوع الاوتوشرطية. الاشرحي لي الاوتوشرطية الثانية والثالثة الحالات مالتها. يعني ما كان فرق بيناتهم، شلون نستخدم الماضي والمضارع مال الحالة الثانية؟ هذا مال اكو اسئله يعني مرشحه كاتبين عليها، ما جمع لي يعني مال اسئله مرشحه. مال اداره. ما لحقت عليها بس عندي هاي النقطه اشوف شلون تنحل ما اعرف احلها. الله شكرا. اي نفس اللي كنت سابق. شكرا شكرا. السلام عليكم. شلون شفت؟ تسمحي لي أني عندي الفوكابولري حيل ما أعرفها. زين شفت يعني التمارين اللي بالكتاب يعني ما أعرفها أنا. لا شفت أني قارية يعني أكو نماذج يعني قاريتها بس ما أعرف يا تمارين خاصة بالمفردات.
الانفيتيشن تجي بالوزاري يعني من المفردات. يعني مثل النموذج الامتحاني نعم. شكرا شكرا. لا تشكرك.